سيداتي سادتي، أحدكم تفضل بسؤال، وهو ما معنى الباراكليتوس في الإنجيل المقدس؟ وردت الباراكليتوس وهي كلمة مركبة من لفظتين في اليوناني، بارا أي عند، وكليتوس المدعو، يعني المدعو عند الآخرين. لماذا؟ للدفاع، للتعزية، للتقوية. إذن باراكليتوس تعني المشدد، المدافع، المحامي، المعزي. وردت في إنجيل يوحنا فصل 14 وفصل 16، وكل مرة وردت فيها كانت عن روح القدس، روح الحق، أو الروح الذي يرسله الأب باسم المسيح. مرة واحدة وردت خارج عن إنجيل يوحنا، وهي في رسالة يوحنا الأولى الفصل الثاني الآية الأولى، إن خطئ أحد فلنا شفيع باراكليتوس عند الأب هو يسوع البار، يسوع الإنسان البار الذي هو كفارة عن خطايانا. إذن بين يدي هنا النص اليوناني الأصلي. يا أبنائي أقول لكم هذا حتى لا تخطئوا، وإن خطئ أحد أي عندما يخطئ أحد فلنا باراكليتون إخومن، فلنا باراقليط يعني محام، شفيع، مدافع، هو يسوع المسيح البار، وهو كفارة عن خطايانا، ليس عن خطايانا نحن بل خطايا العالم بأجمعه. في كل المخطوطات، إذن كما ترون في هذه النسخة يوجد النص، وتوجد في الحواشي المخطوطات، يعني إذا كانت هناك ولو اختلافات طفيفة في المخطوطات فهي موجودة في الحواشي. لا يوجد ولا أي نص يحمل كلمة غير باراكليتوس. باراكليتوس في كل المخطوطات القديمة تعني في إنجيل يوحنا تشير إلى روح القدس، وفي رسالة يوحنا الأولى الفصل الثاني الآية الأولى تشير إلى المسيح نفسه. الآن بعض الناس يقولون إنه الأصل لم يكن باراكليتوس بل بيريكليتوس، وبيريكليتوس تعني الشهير، من بيري يعني داير ما يدور كما نقول في العامية، وكليتوس كليتوس المدعو، يعني حول الكون أو العالم أو المكان. ولكن كان مثلا من حكماء أثينا بيريكليس وسولون. بيريكليس تعني ماذا؟ تعني الشهير. طيب بعضهم يقول الشهير تعني الممدوح، ولكن أولا لا وجود لبيريكليتوس ولا في أي مخطوط. ثانيا لنفرض أنها موجودة بيريكليتوس، ف طبعا النص أو السياق أو القرينة ماذا تقول لنا؟ إنه هذا لنفرض الشهير هو روح الحق، روح القدس. وطبعا في رسالة يوحنا الأولى فصل 2 آية 1 هو المسيح نفسه. إذن لا يوجد ولا في أي مخطوط بيريكليتوس، حتى ولو وجد فمعناه طبعا يشير إلى اللفظة، إذا كان معناها شهير تشير إلى المسيح في إنجيل يوحنا، المسيح في رسالة يوحنا الأولى فصل 2 آية 1، و
كما قلنا روح القدس الذي هو روح الله حسب كل العهد الجديد. طبعا روح الله في العقيدة المسيحية. الآن إذا عندنا في الآرامي منحمانا تعني المعزي، وأيضا المعزي هو تقابل الباراكليتوس، ولا يوجد ولا بأي مكان باراكليتوس. أريد أن أنهي الرد بالقول أنه لنفرض أن موجودة باراكليتوس فإنها تعني ماذا قلنا؟ تعني شهير ولا تعني ممدوح، لأنه ليس كل شهير ممدوحا وليس كل ممدوح شهيرا. يعني في بشر مشهورين ولا يمدحهم أحد، لنقول أن مثلا هتلر ولا موسوليني ولا غيره، هذول مشهورين من المشاهير ولكنهم ليسوا ممدوحين. إذن الممدوح شكل والشهير هو شيء آخر. وعلى هذا الأساس على سؤال الأخ عادل نجيب أنه لا توجد في المخطوطات إلا باراكليتوس في إنجيل يوحنا عن روح القدس الذي هو روح الله من أول سفر التكوين لا سفر الرؤيا. روح الله، وكان روح الله يرف على وجه المياه وهو في الذات الإلهية، وباراكليتوس في رسالة يوحنا الأولى هو يسوع نفسه. لنفرض أنه موجود باراكليتوس تعني الشهير وتكون عن إنجيل في إنجيل يوحنا عن روح القدس وفي رسالة يوحنا الأولى عن المسيح نفسه. والملحوظة الأخيرة أنه باراكليتوس إذا كانت تعني وإذا وجدت وتعني شهير، فالشهير لا تعني إيش؟ الممدوح، كما أنه كثير من البشر ممدوحون وليسوا من المشاهير. بعرفش إذا في أي سؤال ثاني. تفضل أخ أبو جورج. بالنسبة للصيام 47 يوم مش 40 يوم، كيف بيصير خاصة إذا أدخلنا أسبوع الآلام؟ ما هو الصوم هو 40 يوم. المهم إنه كلنا نحن المسيحيين في الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية وأيضا عند الجماعات البروتستانتية الأصلية يعني الأساسية مين لاين يسموها، نحن متفقون على أن نصوم مدة 40 يوم. هلا في 40 يوما بما فيها أسبوع الآلام أيوة، وفي 40 يوم غير أسبوع الآلام، لأنه 40 يوم غير أسبوع الآلام كما في الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة معناه المسيح صام 40 يوما في الصحراء، نحن نصوم 40 يوما. نعم. بعدين المسيح تنبأ في مرقس 2 إنه أهل العرس سيصومون عندما يرفع عنهم العريس اللي هو المسيح، إذن في صوم كمان مدة أسبوع الآلام. بينما في كنائس أخرى زي التقليد الغربي مثلا في الكنيسة الرومانية اللاتينية إنه هذا الصوم 40 يوم فيه أيضا أسبوع الآلام. تفضلي. أقول أنا أسألك موضوع ثاني. موضوع آخر. نعم. قبل فترة وقع في كتاب اسمه الكتاب المقدس ومؤمنين الأديان الأخرى. نعم. جزء وقع في إيده. هلا سألني إنه اللي ناشر هذا الكتاب هم اليسوعيين، واللي مترجمه خوري يسوعي شكله مكتوب خوري ما أعرف شو اسمه. ففي هذا الكتاب يعني تقريبا كثير أشياء بتناقض يعني بتناقض اللي إحنا بنآمن فيه. يعني هو بنظر لل يعني هو عنده فكرة أو عنده تصور كيف راح يكون خلاص مؤمنين الأديان الأخرى. فبستثني الآيات.
أيوة تفضل. نعم. فهو بيستثني.